التالت بقى ما سكتش، صوفر النعمات دخل في الموضوع. نشوف هيقول لأيوب ايه. فأجاب صوفر النعمات وقال، صح 11، أكثرة الكلام لا يجاوب أم رجل مهزار يتبرر؟ أصلفك يفحم الناس أم تلخ وليس من يخزيك؟ لفصل نقول ايه بقى؟ أكثرة الكلام لا يجاوب، يعني بقول لأيوب هو أنت تاخدنا بكثر الكلام؟ عارفين المثل البلد اللي لما حد يتكلم كتير قوي 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 فتقول له هو انت بتاخدنا بالكلام، بتاكلنا في الكلام يعني، اللي هو يعني بالصوت كده. فبيقول ايوب يعني انت عمال تلغي تلغي تلغي، هو انت فاكر ان كتر الكلام لا يجاوب؟ يعني فاكرنا مش هنقدر نرد عليك عشان انت بتتكلم كتير وشاطر في الكلام يعني؟ ام راجل مهزار، ام راجل مهزار يتبرر؟ خلي بالك وسمى ايوب هنا ايه؟ رجل مهزار. انت بتهزر يعني، يعني الكلام ده كله كلام تافه، ده الكلام ده كله كلام ايه؟ وانت فاكر لما تقول الهزار اللي انت بتقوله ده يا ايوب هتتبرر قدامنا او قدام ربنا؟ الراجل من اولها دخل فيه يعني جامد. اصلفك يفحم الناس، الصلف الكبرياء. الصلف هو ايه؟ الكبرياء. فبيقول له هو انت داخل كده بكبرياء وبعنطزه وبتتكلم يعني بكبرياء شديده، هو انت فاكر عشان بتتكلم بكبرياء هتفحمنا؟ هتسكتنا يعني هتغلبنا؟ وهنا اتهم ايوب اتهام جديد انه ايه؟ متكبر. اصلفك يفحم الناس ام تلخ وليس من يخزيك؟ تلخ دي في اللغه العربيه معناها يتكلم كلام فارغ، يقول اي كلام، يقول كلام ملوش معنى يعني، فاهمين؟ فبيقول له الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده تفتكر مش هنعرف نرد عليك؟ مش هعرف نخزيك؟ مش هعرف نكسفك يعني؟ مش هنعرف نطلعك انك راجل مهزار وبتتكلم كلام فارغ ملوش معنى؟ ايه هو بقى الكلام الفارغ ده؟ في وجهه نظر صوفر، استقول تعليمي ذكي وانا بار في عينيك. يبقى الكلام الهزار والكلام الفارغ اللي قاله ايوب من وجهه نظر صوفر لما قال عن نفسه ان انا ايه؟ ان انا تعليمي ذكي، يعني انا كلامي سليم وانا بار في عينيك. خلي بالك بص بيقول له ايه؟ بيقول له اذا كنت فاكر انك بار فده فين؟ ده في عينيك انت بس، لكن في عينينا احنا انت شرير وفي عينين ربنا انت شرير. الا صفر نعمات ما بيقولش الحق، لان ربنا نفسه قال عن ايوب انه رجل بار. صفر بقى هيقول له ايه بقى؟ ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك ويعلن لك خفيات الحكمة. طب ما هو ده أمنية أيوب، ده أيوب بقاله خمس ست أصحاب عمال يقول ربنا إيه؟ فهمني كلمني، مش كده؟ أنت عملت فيا كده ليه؟ فصوفر قال له طب يا سيدي يا ليت ربنا يتكلم معاك، ولو ربنا اتكلم معاك وفتح شفتيه معك يعلن لك خفيات الحكمة، إنها مضاعفة الفهم. يعني بقول له حكمة ربنا وفهم ربنا أضعاف استيعابك. لو ربنا يتكلم معاك مش هتفهم يا أيوب. دي حكمة ربنا خفيات. حكمة ربنا خفية، وحكمة ربنا إيه؟ مضاعفة الفهم. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح جدا. بالنسبة لنا حكمة ربنا إيه؟ خفية، وبالنسبة لنا حكمة ربنا إيه؟ مضاعفة. مين فينا يقدر يفهم؟ ده كبعد المشرق عن المغرب هكذا بعدت افكاره عن بني البشر، لانه من علم فكر الرب فيصير له مشيرا. مش الانجيل قال كده؟ مين فينا يقدر يفهم ربنا كلية الحكمه؟ فصوفر صح يقول له يا ريت يا اخي ربنا يظهر لك، ما انت عمال تقول ربنا كلمني فهمني، طب يا ريته يتكلم معك. بس الكلام اللي جاي قاسي قوي. قال له بص بقى، عارف لو ربنا كلمك يا ايوب هيقول لك ايه؟ بص هيقول له ايه؟ فتعلم ان الله يغرمك باقل من اثمك. بيقول له عارف لو ربنا كلمك هتكتشف ان اللي انت فيه ده اقل بكتير جدا من اللي انت تستاهله. واحد تخيلين، حطوا نفسكم مكان، كل فلوسه راحت، بهايمه، عبيده، بيوته، عياله، فلوسه، كرامته، صحته، اتبقى له ايه في الدنيا؟ مراته قلبت عليه، اتبقى له ايه في الدنيا؟ في الاخر يقول له ده ربنا بيغرمك باقل من اسمك، يعني بالبلدي كده ايه؟ ده قليل. هو انت شفت لسه حاجه؟
ده حاجه قليله قوي عليك، ده انت المفروض ربنا كان عمل فيك اكتر من كده. انا نفسي اسال سوفر، ده ربنا كان عمل فيك واحد على 100 باللي اتعمل في ايوب، كنت هتعمل ايه؟ بيقول له يا ريت يا اخي ربنا يكلمك، اصل لو ربنا كلمك هيقول لك انه غرمك باقل من ايه؟ تصدقوا احنا بنقول الكلام ده لبعض؟ تصدقوا ان احنا بنقول الكلام ده لبعض؟ فلان بيته معرفش ايه يستاهل من عمايله. فلانه معرفش حصل لها ايه؟ تستاهل من عمايلها. ما تيجي ناخد الكلام ده على نفسنا. كل واحد فينا يقول لا مالناش دعوه بايوب بقى. انا هقول لنفسي اهو، لو المسيح اتكلم معايا هعرف انه لحد اللحظه دي لم يغرمني باسمي. صح؟ او ناخد الكلام عن نفسنا بقى، مالناش دعوه بايوب خلاص؟ اقول يا رب خليني كده مسطور زي الفل. هقف قدام ربنا اقول له فهمني انت بتعمل فيا ايه؟ عارفين لو قلت لربنا فهمني انت بتعمل فيا ايه؟ هيقول لي ده انا بغرمك باقل من اسمك. الكلام ده ما ينطبقش على ايوب لكن ينطبق عليا انا. وبالتالي ينطبق على ناس كتير، مش كده؟ الكلام ده لو خدته على نفسي هبطل اقول لربنا هو انا يا رب كنت عملت ايه في دنيتي؟ كلمه بايخه قوي قوي. اي حد فينا بتحصل له مشكله يقول ربنا ايه؟ هو انا يا رب كنت عملت ايه في دنيتي؟ صح؟ مركزين؟ اخاف لا يروح ربنا متكلم فتكتشف انه غرمك باقل من اسمك، فبلاش تجيب الكلام لنفسك. اول ما يحصل مشكله لو قلت لربنا هو انا كنت عملت ايه؟ يقول لك طب اقول لك، ولو قلت لك عملت ايه واللي انت عملته يستاهل ايه، ساعتها هتعرف ايه اللي بغرمك باقل من اسمك. احكم يا اخي على نفسك قبل ايه؟ ان يحكموا عليك، مش كده؟ لاننا لو دلنا انفسنا يرضى الديان عنا. كلمه ابو بقر وكلمه ابا انطونيوس، لو دلنا انفسنا يرضى الديان عنا. يقول يا ريت ربنا يكلمك عشان تعرف ان الله يغرمك باقل من اسمك. انا ما اعرفش ايوب استحمل ازاي واحد جاي يقول له اللي انت فيه ده قليل عليك، انت تستاهل اكتر من كده، اكتر من كده فاضل له ايه تاني؟ هو فاضل له ايه ما خسروش؟ يخش بقى يقول كلام حلو بقى، كده صوفها يقول كلام كويس، بعد ما بهدل ايوب يقول بقى كلام حلو. أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ يعني يقول لأيوب ده انت غلبان، ده انت راجل ضعيف. هو انت مخك ده يا ايوب يقدر يوصل لعمق فهم ربنا؟ طب يقدر يجيب اخر ربنا؟ صوفا صح كده؟ اي مين فينا مهما بلغت حكمته يقدر يوصل لعمق حكمه الله او لاخر فهم الله؟ صوفا صح. أإلى عمق الله تتصل ام الى نهايه القدير تنتهي؟ ما تيجي نقول الكلام ده لنفسنا. كل حد فينا يجي يقول ربنا ليه كده؟ اسال نفسك، هو انت خلاص بقيت وصلت لعمق فكره؟ جبت نهايه حكمته يعني؟ طب طالما لا يبقى بتناقشه ليه؟ بتحاسبه ليه؟ بتلوم عليه ليه؟ بتصلح له ليه؟ ده في ناس تصلح لربنا. في ناس تيجي تقول لك المفروض كان ربنا عمل كذا. الحقيقه يعني المفروض ما كانش ربنا عمل كذا. وكان ربنا ده يعني هو يسامحني بقى، كان ربنا ده قاصر في الفهم ومستني انا اقعد جنبه واقول له انت المفروض ما كنتش تعمل والمفروض كنت تعمل، مش كده؟ المفروض ربنا ما كانش شد فلان ده كذا، المفروض ربنا كان عاقب فلان ده بالشكل الفلاني. من علم فكر الرب فليصير له ايه؟ مشيرا. روح اقعد جنبه بقى واشتغل له المستشار السياسي بتاعه، قول له بقى تعمل ايه وما تعملش ايه. هو أعلى من السماوات فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية فماذا تدري؟ أنت رحت فين يا أيوب؟ ده ربنا أعلى من السماوات وربنا أعمق من الهاوية. أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر. أنت هتروح فين يا أيوب؟ عشان بتقول له فهمني وبتستذنبني وبتظلمني، هتروح فين أنت يا أيوب يعني؟
إن بطش أو أغلق أو جمع فمن يرده؟ مين يقدر يقول له لأ؟ مين يقدر يوقفه؟ مين يقدر يقول له ما تعملش؟ إن بطش يعني إن عاقب أو أغلق أو جمع فمن يرده؟ دي الكلمة الحلوة على فكرة اللي قالها المسيح عن نفسه في سفر رؤيا، يفتح ولا أحد، يغلق ويغلق ولا أحد. مين يقدر يقول له فتحت ليه؟ ومين يقدر يقول له قفلت ليه؟ لأنه هو يعلم أناس السوء ويبصر الاسم، فهل لا ينتبه؟ رجعنا بقى تاني نخبط في الرجل الغلبان. قال هو عارف كويس قوي مين هم الناس الأشرار، وهو شايف كويس قوي فين الاسم، فهل لا ينتبه؟ انت بتقول على ربنا مش واخد باله؟ لا، واخد باله انك شرير، واخد باله فين الخطيه بتاعتك. اما الرجل ففارغ عديم الفهم، وكبحش الفرى يولد الانسان. مقارنه بالله يبقى الانسان ايه؟ فارغ عديم الفهم. الكلام ده صح كده؟ مهما بلغت حكمتنا، سليمان في قمه حكمته راح عمل توسام. سليمان اللي الارض ما جابتش زيه تاني، انسان حكيم في قمه حكمته، ستاته ضحكوا عليه وخلوه يعبد اوثان، وخلوه يبني هياكل للاوثان زي ما بلغ هيكل ربنا، مش كده؟ فمهما الانسان بلغ من الحكمه، في الاخر هو قدام ربنا ايه؟ فارغ عديم الفهم، وكجحش الفرى يولد الانسان. انا ترجمت الفرى دي قبل كده، هو الحمار الوحشي. يعني هو احنا قدام ربنا يبقى كاننا ايه؟ يعني حمير. طب اشمعنى استخدم الفرى ده الحمار الوحشي ليه؟ الحمار الوحشي صعب قوي ان حد يروضه. يعني الحمار اللي بتربي في البيت بتحط عليه حاجه وتركبه وتربطه، الراجل ما بيعترضش، مش كده؟ طيب وابن حلال ما بيعترضش. انما الحمار الوحشي اللي في الغابه صعب قوي ان حد يعرف يتحكم فيه. فبيقول له الانسان قدام ربنا عامل زي الحمار الوحشي. يعني اولا غبي عديم الفهم، ثانيا مش عاوز يخضع ومش عاوز يفهم، يعني بالبلدي كده لا هو منه بيفهم ولا سايب نفسه لربنا يسوقه. سامحوني، ساعات انا بحس ان انا زي جحش الفرا ده كده. يعني لا انا بفهم وعارف امشي اموري، ولا انا بقول لربنا يا رب استلم انت الامور ومشيها، لحد ما الاقي نفسي عمال اطلع من مصيبه، ادخل في مصيبه، دماغي عماله تاخدني من مصيبه للتانيه، من مشكله للتانيه، مش كده؟ فيعني صفر يقول لي ما هو يا ابني لا انت بتفهم ولا سايبه هو يمشيك. طيب انت كده عامل زي جحش الفرع، ما تسيبه يمشيك، طيب اخضع له يعني. وبعدين بدا صفر بقى يوعظ. انتوا خدتوا بالكم ان الثلاثه عملوا نفس القصه كده؟ يبهدلوا ايوب وبعدين يقولوا كلام حلو عن ربنا وبعدين يبتدوا ايه؟ يوعظوا. تقريبا الثلاث نقط دول مش كده؟ يشدوا عليهم جامد قوي ويقولوا كلام حلو عن ربنا، والنقطه الثالثه يوعظوا. دخلنا بقى في النقطه الثالثه الوعظ، بيقول له ايه بقى؟ ان اعددت انت قلبك وبسطت اليه يديك، ان ابعدت الاثم الذي في يديك، لا يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف، تنسى المشقه يعني والظلام يتحول صباحا وتطمئن ويوجد رجاء. كلام حلو قوي. هنا سفر النعماتي ادانا درس الحقيقه رائع. لو تبت كل المشاكل دي هتتحل وتعيش في عيشه رائعه. الحقيقه سفر ربنا اداله نعمه ان قال لنا الاربع مراحل ان لو اي حد فينا عاوز يتوب لازم يمر بيهم. تعال نخرج من كلام سفر اربع مراحل للتوبه. اول نقطه يقول له ايه؟ ان انت اعددت قلبك، يبقى التوبه بتبتدي رقم واحد فين؟ فاكرين الابن الضال التوبه بدات فين؟ عند ابوه؟ لا، بدات فين؟ فرجع الى نفسه، يبقى ده رقم واحد اهو. لو عايز تتوب اعمل الاول قلبك، اقعد مع نفسك، افحص، ابحث جوه قلبك، طلع المشكله فين واسبابها ونتائجها ونقط الضعف اللي فيك، ايه اللي نقط الشيطان بيحاربك بيها؟ راجع مع نفسك ايه الخساره اللي خسرتها بسبب الخطيه؟ راجع مع نفسك مراحم ربنا. اول نقطه في التوبه اعدد قلب. النقطه الثانيه بسطت اليه يدك، ارجع بقى روح قول لابوك اخطات يا بتاه السماء قدامك، مش رقم اثنين اهي؟
يبقى رقم واحد جهز قلبك بالتوبة، رقم اثنين اقف قدام ربنا وابسط ايديك صرخ قول يا رب اللهم ارحمني انا الخاطي، قول له اخطأت ابدا من السماء وقدامك. رقم ثلاثة ان ابعدت الاثم الذي في يدك. رقم واحد واثنين كفاية التوبة؟ لا. يعني ندمت وقلت لربنا انا اسف كفاية؟ لا. التوبة دي ملهاش قيمة. التوبة امتى يبقى ليها قيمة؟ لما تخش في رقم ثلاثة. لما تبعد الاسم الذي في يدك، لما تبطل الخطية. ركين اهل نينوى عملوا ايه؟ اهل نينوى ندموا وصرخوا لربنا وصلوا ولبسوا مسوح وجلسوا على الرماد وصوبوا حتى الحيوانات والرضع. التوبة اتقبلت؟ لا. عارفين امتى التوبة اتقبلت؟ الآية اللي بعدها. ورجعوا كل واحد عن الشر الذي في يديه فلم يعد يفعله. فنظر الرب انهم رجعوا عن الشر الذي كان في ايديهم وندم الرب عن الشر. يبقى امتى ربنا قبل التوبة؟ لما دخلنا في مرحلة ثلاثة اللي هي بقى ايه؟ سيب الاسم اللي في ايدك. ليه؟ ما انا ممكن كل يوم اقول لربنا انا اسف، وكل يوم اروح اقعد عند ابونا واقول له انا اسف، اوقف قدام المسيح واقول له انا اسف، وبعدها ارجع اعيش كما كنت. دي كده توبه كده اتقبلت. يبقى التوبه فين؟ رقم ثلاث ابعدت الاسم لا في يدك. رقم اربعة لا يسكن الظلم في خيمتك. لو ظالم حد رجع له ظلم. يبقى كم مرحلة للتوبة؟ أربعة. نقولهم كده. نفسك الأول أعددت قلبك. اثنين بسطت يدك لربنا يعني التوبة أمام الله صرخت ربنا. ثلاثة توقف الخطيئة في حياتك. أربعة لو ظلمت حد ترجحوه. فاكرين زكا؟ عدى بنفس المراحل مش كده؟ أعددت قلبه نفسي أشوف المسيح فطلع قعد فوق الشجرة. شاف المسيح راح استضافه في بيته. أدي بسطت يديك مش كده؟ طب المسيح قبله؟ راح دخل في المرحلتين في كلمة واحدة. قال المسيح إيه بقى؟ ها أنا رب أعطي نصف أموال المساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرده. راح المسيح ساعتها قال له إيه؟ اليوم حصل خلاص لهذا البيت. يبقى إمتى المسيح يقول الكلمة دي؟ بعد المرحلة الثالثة والرابعة. تقول تاني؟ مش كفاية إنك تندم، مش كفاية إنك تصلي، لازم تعدي بالمرحلتين اللي بعدهم اللي هي تبعد عن الخطية، والنقطة الرابعة ترجع الظلم تصلح نتيجة الخطية. طب ايه رأيكم ان هو ده سر الاعتراف؟ انا دايما اقول للناس كده سر الاعتراف اربع مراحل مش مرحلة واحدة. مرحلة عند ابونا دي مرحلة رقم ثلاثة. قبل ابونا في مرحلتين وبعد ابونا في مرحلتين. قبل ابونا في مرحلتين وبعد ابونا في مرحلتين. الناس كلها بتكتفي بابونا بس لا. قبل ابونا في مرحلتين. الاولى ترجع لنفسك تقعد مع نفسك قاعدة وتحاسبها من غير مجاملة ومن غير دلع زي ما تكون قاضي ظالم حد. النقطة التانية المرحلة التانية تقف قدام ربنا تقول أخطأت يا بتاع في السماء وقدامك بدموعك. خلصنا المرحلتين دول نروح على أبونا. طلعنا من عند أبونا عندي مرحلتين تانية هبطل الخطية وأرد الظلم. كده يبقى التوبة كملت. إنما أروح لأبونا بس يا ما بقى يجي ناس يقولوا لي بنعترف بقالنا سنين وما بنستفدش. كل يوم والتاني بنقعد مع ابونا واحنا زي ما احنا ما استفدناش حاجه من الاعتراف. اقول لهم عشان كان في مرحلتين قبل ومرحلتين بعد ما عملتهمش فما استفدتش من التوبه ما استفدتش من الاعتراف. ينفع اتوب من غير المرحله الرابعه بتاعه لا يسكن الظلم في خيمتك؟ لا. لان المسيح نفسه قال كده إن قدمت قربانك وتذكرت أن لأخيك شيء عليك فاذهب أولا اصطلح مع أخيك وبعد كده قدم قربانك. لو أنت عندك ظلم لأخوك اقف بقى صلي للصبح اتناول للصبح اعترف للصبح المسيح مش سامع لأن المسيح حطها شرط اذهب أولا اصطلح. اصطلح معاه يعني إيه؟ يعني لو ليه حق عندك لازم يرجع. طب مش عايز ترجع له حقه اللي عندك قول بقى للصبح المسيح مش سامعك. يبقى لازم رقم اربعه لا يسكن الظلم ايه خيمتك. وياما كانت في ناس تيجي تعترف ومرضاش تيوب حل في اخر الاعتراف. اقول له روح صلح النتيجه الاول وبعدين تعالى خد حل. يعني مثلا
انا سرقت حد، اقول له الله يرحمك رجع اللي سرقته، وبعدين تعالى لي اقول لك الله يرحمك، يقول لي مش هعرف ارجع، اقول له زي ما عرفت تاخد هتعرف ترجع. طب مش هعرف، خلاص ما تتناولش لحد ما ترجع، مفيش حل لحد ما ترجع. ليه؟ لو انا اديتك حل بقيت شريكك في السرقه، انت تسرق وانا اديك حل ونعمل بقى شركه مع بعض، انت تسرق وانا حلك، مش كده؟ وتبقى شركه. تيجي يقول لي مثلا انا قلت كلمه ظلم على حد وافتريت عليه وسوقت سمعته، حلمني، اقول له اسف، روح بره اخوك وبعدين تعالى احلك، مفهومه؟ يبقى كم خطوه للتوبه بيعلمها لنا النهارده الراجل الطيب ده؟ اربعه. عايز تتوب؟ اربع مراحل. اول نقطه جهز قلبك، اثنين ابسط يدك، ثلاثه ابعد الاسم، اربعه رجع الظلم. سهلين الاربعه دول؟ طبعا ما كانش عندهم مبونة في العهد القديم، فنحط في النص ما بين اول اثنين واخر اثنين، خد الحل النهارده، اتفقنا؟ ده درس النهارده يعني. يلا ايه 15. لو تبت بقى، لو عديت بالاربع مراحل دول يحصل ايه؟ حينئذ ترفع وجهك بلا عيب. يرفع وجهك يعني يرد لك كرامتك، يرد لك قيمتك كابن لله بقى. ترجع لك كرامتك كابن للمسيح بعد ما كنت مهان ومسدود بسبب الخطيه. واحد، اثنين تكون ثابتا. اللي بعيد عن ربنا دايما مهزوز، خواف، مش كده؟ حياته كلها صدمات كده وهزه، مش ثابت. طب لما تتوب يحصل لك ايه؟ تكون ايه؟ ثابتا. ثلاثه ولا تخاف. خلاص ما انت اتصالحت مع المسيح، تخاف ليه؟ انت الاول عشان ما كنتش تايب كنت خايف منه وخايف من الزمن وخايف من عقوبه الخطيه. طب تبت، يبقى دخلنا في مرحله رقم ايه؟ ثلاثه لا تخاف. اربعه تنسى المشقه وكل اللي حصلت لك طول عمرك اتنسي، وربنا يعوضك عن السنين التي اكلها الجراد، وتبقى المشقه بالنسبه لك كمياه عبرت تذكرها، كان شويه ميه وعدوا وخلصنا. انتوا عارفين ليه قال الميه؟ لان الميه ما بتسيبش لا لون ولا طعم ولا ريحه. يعني لو انا مليت الكوبايه دي ميه ودلقتها زي بالظبط، اللي يتوب المشقه بتاعته تنتهي، لا هتسيب له لا لون ولا طعم ولا ريحه، كانها شويه ميه وايه؟ وعدت. وفوق الظهيره يقوم حظك، فوق هنا معناها افضل، احسن من يعني. واحسن من الظهر يقوم حظك يعني نصيبك. خلي بالك ايوب ختم لصاح الفات بكلمه ايه؟ انا رايح لارض ضلمه، ارض دجى، ارض اشراقها زي الدجى، مش كده؟ راح سوفر بيصلح له قال له ايه؟ لا انت لو تبت مش هتروح لارض الضلمه دي، لو تبت هيحصل لك ايه؟ احسن من الظهر هيكون نصيبك، والظلام يتحول صباحا. الضلمه اللي انت خايف تروحها دي هتتحول الى ايه؟ صباحا. وتطمئن لأنه يوجد رجاء تتجسس حولك وتطبع آمنا. يعني تيجي تدور حواليك على أي سبب يزعج أو أي عدو أو أي حد مضايقك ما تلاقيش، فتنام وأنت مطمئن. خلي بالكم أيوب عمال يشتكي، فاكرين في صح الأب اللي فات إنه ما بينامش، ولما يجي الليل يقول إمتى يجي؟ الصبح. ولو حاول ينام أحلامه والرؤى تفزعه، ها فاكرين؟ فهنا بيقول له ما انت لو تبت يحصل ايه بقى؟ تضطجع امنا لانه لا سلام قال الهي الاشرار. طب والقديسين يعطي احبائه نوما. اما عيون الاشرار، يعني لو فضلت بقى شرير وفضلت خاطي، اما عيون الاشرار فتتلف ومناصهم يبيد، مناصهم يعني ثروتهم يعني، ورجاءهم تسليم النفس. وهيفضل الرجاء الوحيد اللي فاضل لك انك تموت. يبقى سوفر هنا حطره في كفتين كده، مش كده؟ لو تبت هيحصل لك كل الكلام الحلو اللي فات ده. طب لو فضلت شرير عيون الاشرار تتلف، مناصهم يعني ثروتهم تبات. واخر نقطه يقول له ايه؟ رجاءهم تسليم النفس. مش عيون كان عمال يطلب الموت؟ قال له مش هيفضل لك كده، هتفضل الباقي من عمرك تعمل ايه؟ تطلب الموت.